السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة الفيديو اللي تندير على قناتي. سمحوا لي بزاف على الغياب الطويل الخارج عن الإرادة ديالي، وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم على القناة، سواء بلي زابوني أو لا لي كومونتير اللي كانت يوصلوني كل نهار. بزاف منكم طلبوا مني نرجع نكمل هاد السلسلة ديال الفيديو اللي تندير فيها ليكور ديال لابيولوجي بالنسبة للناس ديال الاس ان، واليوم ان شاء الله رجعت باش نكمل لو كور ديال لومبريولوجي، لان بزاف ديال الناس منكم طلبوا مني في الاغلب ديال لي كور، ولكن هاد لو كور بالضبط الناس طلبوا مني اني نزيد فيه لي زوتر بارتي. درنا فيه دو بارتي، في لا بروميير بارتي درنا في كديفينيسيون ديال لومبريولوجي، ديفينيسيون ديال ديفلوبمون امبريونير، لي زيتاب ديال ديفلوبمون امبريونير، وف دوزيام بارتي شفنا في دوز ايطاب، واليوم ان شاء الله غادي نشوفو لا تروازيام ايطاب ديال ديفلوبمون امبريونير اللي هي كاستريلاسيون. ما تنساوش دير ابوني وتبارطاجي هاد لا فيديو مع الماكسيموم ديال الصحاب باش توصل لانفورماسيون اغلب الناس ولا اغلب الطلبه. نبداو على بركه الله، غنطلقوا من واحد لوشيما اللي كنا سالينا فيها سالينا منها في مع دوزيام بارتي. هاد الشيما ليكزومبل اللي كنا خديناه هو ديال لي زونفيبيان، غير بين قوسين، غير معلومه بين قوسين، الناس ان شاء الله اللي غادي يتخصصوا في البيولوجي انيمال غادي يكملوا في المسار الدراسي ديالهم ان شاء الله، الله يسر، غادي يشوفوا ان الناس يخدموا على لي زونفيبيان بزاف. علاش يخدموا على البرمائيات بزاف؟ كاع العلماء ولا لي زارتيكل ولا ماشي كاع العلماء بطبيعة الحال، ولكن الأغلبية كانت يخدمو على لي زونفيبيان. علاش لي زونفيبيان؟ لأن عندهم واحد المود دو في، نمط الحياة اللي هو دوبل في، عندهم ثنائي، يعيشو في يكونو شراغيك ولا في ستاد لافير، تيعيشو في الميليو أكواتيك اللي فيه الماء، ومن بعد تيوليو أديت ولا بالغين تيدوزو لاتموسفير ولا ميليو تيغيستر. هادشي علاش هما تيخدمو على لي زونفيبيان ولا البرمائيات. مثلا ليكزومبل ديال لاغون، لان تعطيهم لي دو كاركتيريستيك، سوا ديال الميليو اكواتيك ولا الميليو تيغيست. هادي غير بين قوسين غير كمعلومه وصافي. غادي نبداو، قلنا واحد لوف تتعرض للسيغمونطاسيون، سيغمونطاسيون سيغمون راه هي ديفيزيون، لوف تعطينا واحد ستاد دو يعني تتنقسم على جوج، من بعد تتنقسم كاتر ستاد ويت ستاد سيز جيسكا لواحد ستاد تسمى ستاد موغيلا. ستاد الموغيلا اللي هو ستاد جي مهم، تا هو تتعرض لي ديفيزيون باش يعطينا واحد ستاد اللي تتراقى من هاد ستاد كتوقع عندنا الكاستريلاسيون. هاد ستاد تسمى ستاد بلاستيلا، لي معروف بلا فورماسيون ديال كافيتي تسمى البلاستوسي. هذا غير كارابيل باش نشوفو هاد لاستريكتير هادي لي ديال ستاد بلاستيلا، لان هي لا باز ديال الكاستريلاسيون. لان الكاستريلاسيون باختصار ان الفورماسيون ديال هذوك لي في لي في امبريونير، لي انطلاقا من هاد لي في امبريونير تنشوف لي ديفيرونت اورغان ديفيرونت تيسي الى غير ذلك. الغاستريلاسيون كديفينيسيون تتعني هي ديبلاسمون اكتيف دو جروب سيلير لي زين بارابور اوز اوتر بار ديفيرون تيب دو موفمون. كي نشوفو لي مو كلي لي في هاد ديفينيسيون، عندنا ديبلاسمون اكتيف وعندنا ديفيرون تيب دو موفمون، تعني ان لوف فاش تبغي تحرك ولا دير ديبلاسمون ولا دير ديفيزيون تحتاج لينيرجي. هاد ديبلاسمون ولا الفورماسيون ديال لي في ما تتمش او هازار ولا تتم سبونطاني، ما تتمش بواحد لا فاسون لي هي عشوائيه ولا اعتباطيه، ولكن تحتاج لينيرجي. هذيك لوف تجي لينيرجي من واحد الحاجه اللي غادي نشوفوها ان شاء الله في ديابوزيتيف الماجيه، اللي خاص تعقل دابا ان الكاستريلاسيون فيها ديبلاسمون اكتيف ماشي باسيف، اكتيف. وعندنا ديفيرون تيب دو موفمون، هادشي تعني بان ما عندناش غير لوف وحده، عندنا بزاف ديال الانواع ديال لي زوف. هاد الانواع ديال لي زوف ان شاء الله غادي نشوفهم في لا فيديو الماجيه، لا فيديو الماجيه غادي نخدمو فيها ان اكزومبلير ديال ان اكزامان ديال لومبريولوجي لي ديجا غادي نزيدو مع ليستولوجي لي هي سالات. بالنسبه لي مازال ما شافش لي فيديو ديال ليستولوجي رجع للقناه راهم كاينين كاملين. و لا فيديو الماجي ان شاء الله غنشوفو ان اكزومبلير ديال ليكزامان ديال لومبريولوجي هيستولوجي. ووسط هداك لا فيديو مره غادي نبقى نهضر على واحد النوع ديال
لي زوف ونعطي لي كاركتيريستيك اللي تيميزو. نرجعو للمهم ديالنا دابا، غاس خلاصه هي ديبلاسمون اكتيف دو جروب سيلولير لي زين بارابور او زوتر باغ ديفيرون تيب دو مومون. ولا بكل اختصار هي لا ميز اون بلاس دي في امبريونير فوندامونتال، تهضر على لي فوندامونتال. هادي فوندامونتال اعتمدوا عليهم العلماء وقسموا لينا لي زانيمو كي اللي تيتشكلو، يعني لي زورغان اللي تيتشكلو هذاك اللي يدخل فيهم جاونا من دو في، تهضر على ديبلوبلاستي. وكاين هذوك لي زورغان اللي تيتشكلو لينا هذاك اللي يدخل فيهم جاونا من تروف في، تهضر على لي زانيمو تريبلوبلاستي. Voilà, et deux filles chez les animaux diploplastiques, c'est-à-dire les filles extérieures, nous avons une lahada. Regardez, si vous êtes des smiettes, vous avez une semaine, vous avez une smiette de 3. Filles extérieures, vous avez une smiette de l'ectoderme ou l'ectoplasme. Vous avez une fille interne. Regardez, vous avez une fille interne. Fille interne ou l'endoderme ou l'endoplasme. Vous avez une smiette de 9 kelma. يعني فاش غادي فراسك راه في اكسترن، ولكن راه عاد بالك انت راه هو الاكتوبلاس الاكتو والاكتوديرم. راه يقدر في كيو سي ان يحط لك الكاركتيرستيك ديال في اكسترن وتحافظهم، ولكن بلاصه في اكسترن يحط لك الاكتوديرم وتبدا تقلب على شي حاجه اخرى، ولكن راه نفس المعنى. الشيء اللي زانيمو اللي عندهم تروفي تسمى تريبلوبلاستيك، يعني الاكتوديرم الاندوديرم زائد واحد في انتيرميديير اللي تسمى الميزوديرم ولا ميزوبلاس. كاست خلاصيون غنشوفو ليكزامبل ديال لي زونفيبيان. لي زونفيبيان علاش بيان سور تيدخلو في تريبلوبلاستيك؟ عندهم تروفي اون فوا تسمى تريبلوبلاستيك، كديفينيسيون راه هي لا ميزون بلاس دو تروفي. ديبلوبلاستيك هي لا ميزون بلاس دو دو في. كاست خلاصيون شي لي زونفيبيان تتمارت هي من لي زيتاب تروا ايتاب لي مو برينسيبال. عندنا الفورماسيون ديال واحد لونكوش بلاستوبورا، فورماسيون ديال واحد لو بوشون فيتيلان، وفورماسيون ديال واحد لا فونت بلاستوبورا. لونكوش بلاستوبورا تعني هي واحد لانفاجيناسيون في الماتيريال سوبيرفيسيال ديال ونيفو دو لا ليفر دوسال دي ليجيرمون او دي سي فوق هذوك لي ماكرومير فيتيلان. قبيله قلت لكم بان داك الديبلاسمون ما تيتمش او هازار، يعني تحتاج لينيرجي. الانرجي اللي تحتاج له في هذا الديبلاسمون تجينا من هذا الفيتيلان، والتي تسمى ايضا الفيتيليس. الفيتيليس هو هذوك لي ريزيرف اللي تحتاج له باش دير هذوك الديبلاسمون. وي كديفينيسيون دونك كونش بلاستوبورا تعني هي لانفاجيناسيون دي ماتيريال سوبيرفيسيال او نيفو دو لا ليفر دوسال اي ليجيرمون اوديسي دي ماكرومير فيتيلان. هذه واحد لوف نشوفو البلاصة فين تتبقى لانفاجيناسيون. بعد بلاستوبور، بلاستوبور يعني كاين واحد البور هنا. فوالا هذا هو الليفر دورسال دي بلاستوبور، هذا هنا فين غتبقى لانفاجيناسيون. عندنا لي ميكرومير وعندنا لي ماكرومير فيتيلان. وبيان سور البلاستوسيل غير كاشاره، غير هاد لي زيتاب ديال ديفلوبمون امبريوني راهم لي ما يمكنش تفهم غاس خيلاسيون وانت باقي ما قريتيش سيغمونتاسيون. راه ما يمكنش توقع عندنا غاس خيلاسيون باقي ما تفورماش عندنا البلاستوسيل، يعني هاد لي زيتاب راهم لي خاص تفهم الاولى عاد تدوز للثانيه. البلاستوسيل هو لي ابتداء من هاد البلاستوسيل هنا تنبدا نشوف هاد لي زانفاجيناسيون، تنشوف هاد الفورماسيون ديال هاد لي تروا في. سالينا مع الكاس خيلاسيون، هذاك هو ليسونسيال اللي خاصكم تاخذوا على الكاس خيلاسيون. غادي نشوفوا دابا ليطا ديال النوغيلاسيون. النوغيلاسيون هي كاسم من ديفينيسيون، يعني من لومو، راه هي الفورماسيون ديال تيب ولا ديال سيستيم نيرفو. هي الفورماسيون ديال تيب نورال على اوريجين ديال سيستيم نيرفو. راه السيستم نيرفو ديالنا ولا ديال لي زيتخفيفو جايين المصدر ديالو هو واحد تيب نوغال. هاد تيب نوغال وكيفاش تبقى لي ديفيزيون وكيفاش يبقى انقسامات باش يعطينا السيستم نيرفو غتشوفو بالديتاي في الكور ديال لا بيولوجي انيمال في السوميستر 2. فاش غتهضرو على ليفوليسيون ديال كاع لي نوصو غتشوفهم، غتشوفو ليفوليسيون ديال لي ديال لي زانيمو كيفاش مرينا من دي زيتخليمو بريميتيف بريميتيف مشينا لديبلوبلاستيك تريبلوبلاستيك الى غير ذلك. نشوفو كيفاش تطور هاد التيب نوغال باش يعطينا السيستم نيرفو الى غير ذلك. يعني هادشي غادي تشوفهم ان شاء الله
لو كور ديال لا بيولوجي انيمال سيمستر 2، وان شاء الله الى طول الله العمر وكملنا في القناه وجميع راه غادي نهضر باش توصلوا للسيمستر 2، غادي نهضر لكم على هاد لي نوسيون. هاد النوغيلاسيون هي تتمر من طواستاد، عندنا ستاد بلاك نوغال وستاد غوتيغ نوغال وستاد تيب نوغال. تيب نوغال بيان سور راه هو ليفوليسيون ديال هاد لي ستريكتير باش يعطينا سيستيم نيرفو. البلاك نوغال غنشوفو في هاد لي بلونش لي غادي ندوز ليكم، راه غادي نشوفو غير لومبلاسمون ديال هاد لي ستريكتير. غنشوفو البلاك نوغال، عندنا البوغيلي نوغال، فوالا غادي ناخد واحد الليزر بوينتي، فوالا ديال البلاك نوغال مع البوغيلي نوغال كتشكل واحد لا ستركتير اللي هي تتسمى النورو بلاس. ديما بما ان تنهضرو على لي زونفيبيان غادي نشوف لومبلاسمون ديال هاد لي طروف. في عندنا كي لي هادي متستعملش بزاف، لكن كاين غادي تسوى في كيلكو بوكان يعني بعض الكتوبة، وغادي تصيبو فيها اي بي بلاستيك، اي بي بلاس، اي بي بلاس تعني هي الفي اكستيرن. ميزو بلاست وعندنا لوندو بلاست، هادو هما لي طرا في ليسونسيال اللي خاصكم تاخدو. نشوفو الكوتيير نورال، توجو عندنا البوغيلي نورال وعندنا الكوتيير نورال، فوالا هادي هي الكوتيير نورال، ومع البوغيلي نورال فتعطينا هي النوو بلاست. لي طروف في ليبي بلاست ولا في اكستر، الميزو بلاست ولا في انترميديير ولا تسمى الميزو دير، لوندو بلاست ولا في انتر ولا لوندو بلا لوندو دير. ونشوفو تيب نورال، شوفو لومبلاسمون ديال تيب نورال، فوالا تيب نورال توجو لي طروف في ليبي بلاست ميزوبلاست و لوندوبلاست. غير هاديك رومارك في السيغمونتاسيون يعني ستاد افونسي تعطيكم، يقدر يعطيكم يقولك شي ماتيزي هادوك لي بول، خاص تعرف البلاصة فين كاين ديال كل بول. كاين عندنا بول انيمال و بول فيجيتاتيف. البول انيمال هو اللي تيكون هنا قريب، تيكون قريب لهاد الكافيتي ديال الباسوسيل، تيكون قريب ليها. وعندنا البول فيجيتاتيف، هادي غير كارو مارك توجور بلاصتو سيل اون فورماسيون بيان سور. البول انيمال اي البول فيجيتاتيف، غير هادي غير كاشيما باش البول فيجيتاتيف راه هو يكون اسفل والبول انيمال هو اللي يكون قريب، لان حتى هاد لوف راه عندها واحد القطبية، عندها بول انيمال بول فيجيتاتيف. هنا كنوصل للنهايه ديال هذا لا فيديو، نتمنى نكون قربت شويه لي زانفورماسيون على هذا لي طاب ديال ديفلوبمون امبريونير. ما تنساوش ابوني بالقناه وتخلي لي كيستيون ديالك في اسفل الكومونتير، ان شاء الله هذوك لي كيستيون غادي ناخذ بها الاعتبار باش نبغي نوجد دي زوتر فيديو. لا فيديو الماجي ان شاء الله كما قلنا غادي نهضروا فيها على ان اكزومبلير ديال ان اكزامان، وغادي نشوفو فيها لي ديفيرونت تيب ديال لي زوف باش نساليو الاكزامان اللي غادي يكون فيه ميلونج ما بين ليستولوجي و لومبريولوجي، لان بجوج راهم سيناهم. و بارطاجي هاد لا فيديو مع الماكسيموم ديال صحابك باش توصل لانفورماسيون الاغلب الطلبة، وان شاء الله راه مازال غادي نديرو لي دوطخ موديل بحال الماتيماتيك ولا الفيزيك الشيمي ان شاء الله. وتتمنى لكم النجاح والتوفيق، والله ييسر الجميع ان شاء الله.